إدري محمد، كاتب محلي لحزب التقدم والاشتراكية فرع السعيدية. بسم الله الرحمن الرحيم. أصالة عني وعن حزب التقدم والاشتراكية، أتقدم بالشكر لجميع المنابر الحاضرة معنا لتغطية هذا الحفل لتكريم السادة المدرسين والمعلمات والمعلمين، وأشكر الحضور الجميع للسادة المعلمين المتقاعدين. العدد ديالهم عندنا 25 واحد، كلهم في التعليم هنا في السعيدية، مدرسين ومدرس. خالد عزوزي، الكاتب الجهوي لحزب التقدم الاشتراكية بالجهة الشرقية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أصالة عن نفسي ونيابة عن الكتابة الجهوية لحزب التقدم الاشتراكية بالجهة الشرق، أود أن أقدم لكم الشكر الجزيل على حضوركم من أجل تغطية هذا الحفل، كما قلت البسيط في شكله والغني بمعانيه. هذا الحفل يدخل في إطار تكريم رجالات التعليم من معلمات ومعلمين الذين كانوا السبب الرئيسي في تعليمنا وإخراجنا من الأمية والجهل. حقيقة أنه مهما فعلنا ومهما كانت درجات هذا الحفل لن نوفي ولو جزء قليل من ردي الجميل لهذه الفئة، فئة رجال التعليم الذين هم كانوا السبب في إخراج الطبيب والمهندس وجميع المهن تقريبا. أشكركم على حضوركم. هذا الحفل سوف يحتوي على حوالي 26 أو 25 معلم ومعلمة سبقوا لهم وأن درسوا في هذه المدرسة وأحيلوا على التقاعد. هناك من أحيل على التقاعد أزيد من 20 سنة، وحاولنا أن نستضيفه اليوم ونقدم له جائزة رمزية على المجهودات التي قام بها في تربيتنا وعلى المجهودات التي ما فتئ أن قاموا بها. احنا نتواجدوا بمدرسة الشريف الإدريسي، هذه المدرسة اللي ترباوا فيها أطفال وأجيال منذ ما نعقلوا عليها. احنا من اللي خدمنا هنا في هذه المؤسسة في سنة 52، وبكل صراحة ها هو اليوم اجتمعنا مع كثير من الإخوان اللي خدموا معنا اللي جاهدوا في هذه المؤسسة هذه، وهو بان ثمار ديال هاد المجهودات ديالنا، بحيث هاد الاخوان اللي جمعونا في هاد المؤسسه بادره طيبه، ونشكرهم عليها. وحنا مسرورين كاع الاخوان تلاقينا، كاين اللي ما شفناهاش هذه 20 عام، كاين اللي ما شفناهاش هذه شحال من عام، وبغى الله سبحانه وتعالى حتى جمعنا في هذه المؤسسه الكريمه. السيد الكاتب ديال الفرع ديال التقدم الاشتراكيه موصول له حتى هو الشكر الجزيل اللي بسببه اجتمعنا في هذه المؤسسه، والتكريم ديال الاخوان اللي هما في التعليم راه واجب باش يكون هو حافز ديال هذا المعلم باش يعمل ويكد ويجتهد، لانه هو مربي الاجيال. المعلم هو خصو يعرف الانسان على انه هو مربي الاجيال. شكر للتلاميذ اللي فكروا انهم يكرمونا، ربما نساونا الناس بزاف وهما فكرونا، الله يفرحهم والله يدير لهم كي بغاو. هذا ما عرفتش باش نعبر عليهم بهذا الشكر، هذا الله يوفقهم في كل في حياتهم، والحمد لله اللي اعترفوا لنا بالمجهودات ديالنا، والحمد لله اللي راه حنا اسره وعائله كامله. هذا انا ولادي، هذو كلهم ولادي وبناتي. الله العالمين، الرحمن الرحيم. بهذه المناسبه اشكر جميع من ساهم فيها، وأتمنى أن تكون هذه بادرة خير لما سيأتي. وأشكركم أنتم كذلك جزيل الشكر، أن لا تكون هذه آخر مرة، وإنما تأتي بعدها مرات ومرات ومرات. وأشكركم. ما أقوله لهم أن كل واحد امتهن هذه المهنة
أن يؤديها بإخلاص، أن يؤديها بإخلاص بإخلاص بإخلاص، وبعد ذلك أن يكون صبورا في حياته مع أبنائه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.